السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس التعامل مع منصة فاير بيز السحابية. والنهاردة هنكمل كلامنا عن البوش نوتيفيكيشن، فخليكوا معنا. اخر حاجة عملناها في الحلقة اللي فاتت لما بنينا البيلدر وقلنا هنضيف فيه الاوتو كانسل ونضيف فيه بعض البروبرتيز التانية ديت عشان خاطر ايه نبقى جاهزين للسيرفيس دي ان هي تستقبل النوتيفيكيشن بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل كونفيجريشن للسيرفيس ديت النهاردة ونبدا نكتب فيها اكواد تانية بحيث نبدا ان احنا نعمل واجهه تبقى قويه كفايه لاستقبال النوتيفيكيشن بتاعتنا. هنيجي بقى نعمل كده اهوت، نستخدم هنا النوتيفيكيشن مانجر، اوكي، وهنقول هنا نوتيفاي، وهنستخدم بقى الراندوم، هنقول نيو راندوم عشان نحط له اسم عشوائي كده، اوكي، وهنقول له هنا نيكست انت كده، نطلع رقم عشوائي للنوتيفيكيشن ديت عشان نعمل لها حاجه زي برايمري كي كده اهوت. وبعد كده هنا نوتيفيكيشن بيلدر، النوتيفيكيشن بيلدر اسمه نسميه بيلدر سوري دوت بيلد، تمام كده اهوت. بعد كده هروح هنا نعمل بقى مسج صغيره تشو النوتيفيكيشن بتاعتنا، هنقول هنا برايفت فويد، هنقول هنا شو نوتيفيكيشن، اوكي، كل اللي هنحتاجه هنا هنعمل هنا سترينج تايتل وهنا سترينج تاني بارامتر وهنسميه هنا بودي، اوكي، ونفتح قوس ونقفله للميثود ديت. ممكن ناخد الكود ده كله كده، هناخده كده هنا كات ونحط الكود ده هنا كنترول في، ماشي. طبعا هنا التايتل خلاص هنستخدمه من هنا والبودي من هنا، ماشي. فممكن نستخدم كده النوتيفيكيشن ده هنا، وهنا هنستخدم هنا التايتل والبودي ده، تمام كده اهو. وهنيجي هنا بعديه هنعمل ميثود تانية اوفررايد، فهنيجي هنا اهوت كده ونختار هنا جنريت وهنا اوفررايد وفي باسد ان نيو توكن، ماشي اهو ده هنجيبه. ممكن نستخدم هنا اللوج دوت دي مثلا، وفي مثلا نعمله تاج نيم هنسميه مثلا فاير بيز توكن او توكن فاير بيز، توكن فاير بيز، ونبعت معاه هنا الاس اللي هو بيمثل التوكن كي اللي بيجي من الفاير بيز عشان نتاكد العمليه تمت بشكل سليم. بعد ما كتبنا التوكن هنيجي هنا في الكونستراكتور هنا، ماشي، او سوري في الاون مسج ريسيفد، ماشي، وهنستخدم قاعده اف الشرطيه، هنقول له اف ريموت مسج دوت جيت داتا dot is empty، تمام. هينفذ الكود دوت اللي هو هنقوله هنا show notification، وهنبدأ نستخدم هنا remote message dot get notification dot get title، وهنا remote message dot get notification dot get body، تمام كده هو. وبعد كده نقول له else، ونستخدم ممكن نستخدم بقى show notification ديت اللي هو الاوفرلود بتاعنا show notification dot remote message dot get data، تمام كده اهوت. كده واحنا استخدمنا التو اوفرلودز بتوعنا هنا اهوت، سواء دوت او دوت، عشان كده عملنا اتنين ميثود. هنرجع تاني بقى للجزئيه بتاعت هنا تولز فاير بيز،
طب احنا عملنا الكونكشن البوش نوتيفيكيشن، فين البوش نوتيفيكيشن؟ كلاود مسجنج كونكت، وقعدنا الاي سي ار ام وعملنا كل حاجه. فاضل ايه؟ ان احنا السيرفيس ديت نضيفها في المانيفست فايل، فهناخدها هنا كوبي كنترول سي. هنروح بقى بعد كده بعد ما نعمله كوبي لمانيفست اهوت، طبعا هو مانيفست دوت اكس بي ال، وجوه الاكتيفيتي بتاعنا دوت ماشي الابلكيشن هناخد انتر كده اهوت، وهنيجي هنا نعمل كده باست للاكتيفيتي دوت ماشي. وبعد كده احنا عاوزين نغير السيرفيس ديت، احنا مش عايزينها، هندوس هنا دوت سيرفيس باي فاير بيز انستنت سيرفيس، اللي هو السيرفيس اللي احنا لسه عاملينها عشان يعرف ان هو ده السيرفيس اللي بيتواصل مع الفاير بيز داتابيز. في خطا هنا انا اسف، هو مش السيرفيس دوت، لا احنا هناخد السيرفيس اللي في هاندل مسج التاء الرابع دوت ماشي، اللي هو ده. ممكن نغير الاكشن بس، اللي هو الاكشن نيم بس اهو ده كنترول سي كنترول في، وكمان ما ننساش نضيف الانترنت بيرميشن عشان خاطر هو هيكونكت دايركت بالانترنت بس. هما دوت الحتتين اللي انا كنت عاوز اضيفهم، يعني نصلحهم مع بعض. ان احنا هنا مش هنستخدم بقى الانتنت اي دي سيرفيس، لا هنستخدم المسجنج ايفنت ماشي اهوت. هي نفس الكود بالظبط سيرفيس، بس هنغير ايه الاكشن نيم. اوكي تمام كده اهوت. نرجع للكود بتاعنا كده، الكود بتاعنا خلصان وتمام وميت فول. هنروح بقى دلوقتي للرن، هنرن السيستم بتاعنا من run app. اوكي فهيبدا يعمل build للاب بتاعنا، وهيبدا يظهر في الايميوليتور بتاعنا بشكل طبيعي جدا. هنروح بعد كده على الاندرويد ابلكيشن او سوري الفاير بيز كلاود، وهنروح نخش على التطبيق بتاعنا اللي احنا ربطنا بيه التطبيق بتاعنا. هنلاقي التطبيق بتاعنا فيه التطبيقات الموجودة هنا، ولو دوست عليه اهوت اهوت بوش نوتيفيكيشن تمام. هنروح على الكلاود مسجنج تمام، من هنا اهوت كده هيقول لك سند يور فيرست مسج اهوت. هنبدأ نملى بقى ايه المسج بتاعتنا هنا اهوت، اوبشنال تايتل مثلا هاي نوتيفيكيشن، انتر نوتيفيكيشن بتاعنا مثلا نقول هلو وورلد. لو عاوز تبعت معاها ايمج اوبشنال، لو عاوز تبعت معاها نيم برضو ده اوبشنال ماشي. وبعد كده خلال الوقت ده هو بيفرجك شكلها في الناحيه الثانيه ديت في اللي هنا ديفايس بريفيو شكلها بيبقى عامل ازاي، بتطلع كده الصوره ديت. لو انت حطيت له لينك لصوره هتطلع لك في المربع اللي جنبها دوت، فانت لو عاوز تبعت صوره اعلانيه مثلا او اي حاجه مع نوتيفيكيشن فانت تقدر. هتيجي بعد كده تدوس نيكست، هيقول لك التارجت بتاعك ايه الاب، فطبعا انت هتختار هنا التطبيق بتاعك اللي انت كنت هتبعت ليه نوتيفيكيشن ماشي. وبعد كده هنعمل نيكست سكيدول ناو، برضو هنا نيكست، وهنا الفيلد دي كلها اوبشنال، ممكن تبعتها ممكن ما تبعتهاش. في حاجه اسمها الكاستم داتا، دي يعني حاجات خاصه بالاندرويد نوتيفيكيشن شانل، لو انت عاوز تبعت لاجهزه او اجهزه لا ممكن ما نتكلم عليها في المستقبل لو تلزم الامر. غير كده مفيش. هتعمل هنا بريفيو، وبعد كده هتعمل ايه بابلش. اوكي وهتلاقي ظهر لك هنا الستيتس بتاعك كومبليتد، وانها اتبعتت خلاص لاجهزه البلاتفورم اندرويد بتاعتك، والنوتيفيكيشن بتاعتك هالو وورلد. المفروض بقى ان احنا لما نيجي هنا على اهي هنلاقي النوتيفيكيشن حصل لها ريسيفنج اهوت بالظبط اهو، هاي نوتيفيكيشن هالو وورلد تمام كده اهوت. جبنا النوتيفيكيشن بتاعتنا. يعني في حاجه نسيت اقول لكم عليها تاخدوا بالكم منها، وهو اليوزرز بيرميشن ماشي الانترنت عشان خاطر ايه
الديفايس بتاعك يشوف الانترنت ويقدر يشتغل ويقدر يوصل للداتابيز بتاعت الفاير بيز وياخد منها الايه المسج اللي انتوا شفتوها من شويه ديت. في النهايه يا ريت الناس تكون مستوعبه احنا بنقول ايه، واللي عنده استفسار من اي نوع يا ريت يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. بتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب، وفي النهايه بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقه القادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.